في الدار في ديت وحده. هذه بعض من الأسئلة التي تطرح على المصاب بفيروس كورونا عند وصوله إلى مستشفى عبد الرحمن نامي للأمراض الصدرية بأريانا. وهذه العملية البيضاء تجسد دخول مصابة بالفيروس تحكرت حالتها الصحية وتطلبت التدخل العاجل. الحالة اللي خذيناها هذه حالة مريضة سكر عندها أمراض مزمنة وحالتها تعكرت في البيت وليت عندها ضيق تنفس، وعلى ذلك تطلب أنها نجيبوها للسبيطار عبد الرحمن ميمي اللي هو سبيسيال في الكوفيد باش ترقد ونشوفوا حالتها، تستحق أكسجين وتستحق أدوية خاصة ولا، وربما نعملوا لها حتى سكانير توراسيك باش نشوفوا حالة الرئة نتاعها. هذه العملية البيضاء يهدف من خلالها الإطار الطبي وشبه طبي بهذا المستشفى إلى مزيد توعية المواطن بخطورة التهاون بالإجراءات الوقائية وشروط حفظ الصحة في التعامل مع هذا الوباء. رسالة توعوية للشعب التونسي كل جاي الصيف وخايفين من موجة أخرى، حبينا نقول لهم راهو الفيروس مازال موجود ما بيناتنا. شوف كعبة باجيت شنو كلفت لها، هي باش تراسلها لقدر الله تنجم توصل حتى قسم الإنعاش. قالت هي اللي نسيت ما غسلتش يديها وما نسيت أهملت أساليب الوقاية اللي هي أهم بند في الوقاية من هذا الفيروس والتغلب عليه. كدولة كاملة رغم وعي الشعب التونسي 80% 90% هو اللي باش يخلينا نتخلصوا من هالوباء. ويبقى التعامل الحذر واليقظة والالتزام بالإجراءات الوقائية من أبرز عناصر مكافحة فيروس كورونا والحد من انتشاره.